السلام عليكم في الوقت الذي يخرج علينا فيه رئيس وزراء بريطانيا ليخبرنا ان العالم يمر بازمه صحيه عالميه وان هناك عائلات كثيره سوف تفقد احبابها many more families are going to lose وفي الوقت الذي يخرج علينا فيه الرئيس الأمريكي رئيس أكبر دولة علمية في العالم ليدعو الشعب الأمريكي ليوم وطني من أجل الصلاة لله الصلاة حتى يرفع الله هذا البلاء وفي الوقت الذي يعترف فيه العالم بكل جامعاته ومراكزه البحثية العملاقة يعترف ضمنيا بضعفه وقلة حيلته في مواجهة فيروس مئات الآلاف من هذا الفيروس لا تملا راس الدبوس وبينما نحن نواجه هذا الخطر الداهم يخرج علينا علماني مصري ليقول لنا ان فيروس كورونا دليل على ان التطور صحيح اي تطور واي زفت ايها العلماني صدقوني العلماني العربي يعيش في عالم موازي العلمانيون يريدون تحقيق اي مصلحه من اي قضيه ليس همهم لا فيروس ولا غيره بقدر ما يشغلهم تحقيق مكاسب ايديولوجيه لكن هل فعلا فيروس كورونا له علاقه بالتطور؟ للاسف الذي يقول ذلك يستغل جهل متابعيه لا اكثر، حصول الطفرات للفيروسات واكتساب هذه الفيروسات لخصائص جديده كما حصل مع فيروس كورونا هذا لا علاقه له بالتطور لا من قريب ولا من بعيد، فهذه الخصائص التي تحصل للفيروسات تحصل في إطار الحوض الجيني لنفس النوع ما معنى الحوض الجيني لنفس النوع؟ كل كائن حي بداخله شريط معلوماتي شريط جيني مكتوب على هذا الشريط خصائص هذا الكائن الحي وكذلك الفيروس به شريط معلوماتي مكتوب عليه خصائص هذا الفيروس وهذا من عجيب الخلق الإلهي فكل خصائص وأعضاء ووظائف الكائن الحي مكتوبة داخل شفرته الجينية. المهم أن الفيروس نفس الأمر في شريط المعلومات الخاص به توجد كل خصائص هذا الفيروس، لكن بعض هذه المعلومات ليست نشطة، خاملة. وفي أوقات معينة بعد أن يتعرض هذا الفيروس لملوثات بيئية مثلا أو تغير في النظام الغذائي، فإن بعض هذه المعلومات قد تنشط وفي هذه اللحظة تظهر لهذا الفيروس خصائص جديده اذا هذه المعلومات في اطار الحوض الجيني الخاص بنفس النوع فالحوض الجيني للفيروس يتيح اشكالا متعدده وخصائص مختلفه وهذه النقطه لم يكن داروين يعرفها لذلك لما راى تنوع في اشكال مناقير بعض العصافير على جزر الجلاباجوس ظن داروين ان ما يحصل امامه هو تطور لم يكن داروين يعرف في ذلك الوقت ان هذا يحصل في اطار الحوض الجيني الخاص بنفس النوع الحوض الجيني الذي يتيح كل هذه الاشكال من المناقير، فالشريط الجيني، الشريط المعلوماتي الخاص بهذه العصافير يشفر لكل هذه الاشكال من المناقير، ويحصل ان تنشط معلومه معينه بحسب نوع الغذاء، فلو كان الطعام مثلا على سطح الارض فالمنقار يكون قصيرا، واذا كان الطعام في باطن الارض المنقار يكون طويلا، فالشريط الجيني الخاص بهذه العصافير به شفره تشفر لبروتين، هذا البروتين يسمى بول مورفوجينتيك بروتين 4. هذا البروتين يعطي للعصفور شكل المنقار المناسب بحسب طبيعة الغذاء ومكانه. إذا هذه التنويعات التي شاهدها داروين والتي ظن يوما ما أنها برهان على التطور، لم تكن إلا تنويعات في إطار الحوض الجيني الخاص بنفس النوع، فمصيبة أن يأتي شخص بعد 150 عام من زمن داروين ليكرر نفس الهراء الذي قاله داروين، وبنفس مستوى السذاجة التي كان ينظر بها داروين للكائنات الحية، الغريب أن داروين بنفسه كان يشعر أن هذا الاختلاف في الخصائص قد يحصل بالفعل داخل نفس النوع، لكنه لم يكن يفهم الموضوع علمياً، وفي عام 1862 أرسل عالم نبات ويدعى جوزيف هوكر، أرسل رسالة إلى داروين وقال له فيها: هل تظن أن هذا التنوع ضمن النوع الواحد هو دليل على التطور؟ لا إطلاقا الأمر ببساطة أن هناك تنوعا وراثيا في الأجداد يتيح كل هذه الأشكال وكأن هوكر بهذا الكلام يتحدث عن الحوض الجيني للنوع وهو الأمر الذي تم رصده بعد مئة عام من هذه الرسالة المهم أن داروين رد عليه قائلا ما أدهشني في خطابك وقلب كياني رأسا على عقب هو أن كل اختلاف نراه يمكن أن يحصل بلا تطور وإني أتفق معك تماما في ذلك لكنك أحطت بالموضوع إحاطة تامة ورأيته من زاوية مختلفة فداروين بنفسه كان يشعر أن هناك خطأ ما في تصوره لكن العلمان العربي للأسف لا يشعر ولا يعنيه أن البحث العلمي أثبت أن تنوع هذه الخصائص يحصل في إطار الحوض الجيني لنفس النوع فنحن اليوم في زمان التجربة في زمان المعمل في زمان المختبر وهذا هو الفيصل نحن لسنا في زمان خيالات داروين الفيصل اليوم هو التجربه والتجربه والبحث العلمي يقولان ان التطور لا يعمل وخير مثال على ذلك تجربه جامعه ميشيغان حين قام العلماء بتحفيز تريليونات البكتيريا حتى تقوم هذه البكتيريا باظهار خصائص جديده في اسرع وقت ممكن وبالتالي نحن بهذا سوف نختصر ملايين الاعوام من التطور في اسابيع قليله ونرصد هل يحصل انتقال نوع من الكائنات الحيه الى نوع اخر ام لا والآن دعونا نستمع لنتيجة هذه التجربة المدهشة. Since the late 1980s, Michigan State University biologist Richard Lenski has been running a long-term evolution experiment with E. coli bacteria. A staunch supporter of Darwinian evolution, Lenski wanted to follow a population of bacteria over time and see what new functions would evolve. I'm a big fan of this experiment because it It does not put out a model. It's not a computer model. It's not a theory. What he did was let evolution happen on its own and say, what did it do? By 2014, Lenski and his researchers had grown over 60,000 generations of bacteria. That's equivalent to, say, a million years in the lifespan of a large animal like us. And there have been trillions upon trillions of different bacteria that have been born and died in in his uh, flasks. Although often cited as providing evidence for Darwin's theory, Linsky's experiments are perhaps most revealing than what they haven't produced. We don't find a new protein with a new fold with a new function. By and large these are deletions, insertions, rearrangements of information that's that's already present. <laughs> هذه هي التجربة هذا هو الفيصل التطور لا يعمل لو كان هناك برهان واحد على صحة هذه النظرية ما كان لمثلي أن يقوم بنقدها علنا بل ويسخر منها بل ويضع التحديات تلو التحديات ولا مجيب رابط هذا التحدي في أول رابط في وصف الفيديو تحدي 10 مليون دولار اذن فهذه الخصائص تحصل في اطار نفس النوع وهذا بالمناسبه يعرفه كل علماء الهندسه الوراثيه فعلوم الهندسه الوراثيه تقوم على تنشيط بعض المعلومات للحصول على خصائص جديده وعلوم الهندسه الوراثيه وفرت ابقارا غنيه باللحم وذره مليئه بالبروتين لكن الابقار ظلت كما هي ابقارا والذره ظلت كما هي ذره، بل وتم استنفاذ تنشيط المعلومات في بعض الكائنات الحيه لاقصى حد، ولم يعد بالامكان ظهور خصائص جديده، ومع ذلك لم يظهر نوع واحد جديد على الاطلاق، التطور لم يعمل ابدا في مختبر، لذلك توصيف التطور بانه نظريه، نظريه التطور، هذا التوصيف مشكل، لان التطور لا يرقى ليكون نظريه، وهذا كلام شخص حائز على نوبل. إيرنس شاين يقول من العسير أن نصف نظرية التطور أنها نظرية It can hardly طبعا أنا هنا لا أتكلم عن الملحد العربي الذي يتخيل أن التطور أصبح حقيقة علمية ولا يعرف أن منتهى ما لدى دعاة النظرية هو فروض وتخيلات وتخمينات للأسف الملحد والعلماني يحاولان دائما الانتصار لدجمة الإلحاد ودجمة العلمانية ولو على حساب العلم ولو على حساب البحث والنتيجة والتجربة والمختبر، وأملهم أن يكون القارئ والمستمع لهم جاهلاً والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم، إلهي واسع